جملة الصلاة خير من النوم، هل تقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني بصلاة الفجر؟ جملة الصلاة خير من النوم هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، فتقال في النداء الثاني الذي عند طلوع الفجر، أما الأذان الأول فلا تقال فيه، لأن الأذان الأول إنما شرع من أجل تنبيه الناس مبكرا من استعداد للصلاة، من أجل أن يرجع التالي عن الذي يتعجب، ومن أجل أن يستيقظ النائم ويستعد للصلاة. أما الأذان الثاني فهو إذان بدخول الوقت، إذان بدخول الوقت، الأذان الأول من أجل الاستعداد، والأذان الثاني من أجل الإعلان بدخول الوقت، فتقال فيه كلمة صلاة خير من النوم مرتين. جزاكم الله خيرا.